واليوم رح نحكي عن موضوع يمكن بهالشوبات الكل عم بيعاني منه، هو فرط التعرق. هي الحالة عم تؤدي لإفراز كمية كبيرة من العرق تزيد عما يحتاجه الجسم لإفرازه من أجل المحافظة على توازن درجة الحرارة. للحديث عن هالموضوع ولنعرف الأسباب والعلاج، أكيد اليوم رح يحكي لنا التفاصيل الدكتور أحمد نسيب عرقسوسي، أخصائي بالجراحة العامة والتنظيرية وجراحة الصدر. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا صباح وسهلا الخير فيك. جميعا. صباح الخير دكتور، يعني واهلا وسهلا فيك. يعني هلا نحن بفصل الصيف وبشهر اب، يعني ختمنا شهر اب ان شاء نعم الله بالسلامه، يا رب. وخلص خليه يروح بقى هو وشوبات يعني باقي وبقى 10 ايام وبيخلص الشوب، عن جد زي هيك عم ما بيقولوا. يعني ان شاء الله يا رب يمكن نبطل. ولكن هلا هون دكتورنا امام تعريف هو فرط التعرق، يمكن صيفا شتاء. طيب ممتاز. فرط التعرق هي حاله مرضيه للاسف الناس فاكره انه مو شائعه، بس حاليا 3 من كل 1000 بني ادم شلون بشكل عام معهم هالحاله هي. فرط التعرق شو هو؟ افراز عرق بشكل غير طبيعي، بشكل غير مالوف، بوقت غير مالوف. يعني هلا انسان ممكن طلع دراج مثلا، بذل نشاط معين، الدنيا مثل هلا شوب كذا، بيعرق بشكل طبيعي. هي اليه فيزيولوجيه لتنظيم حراره الجسم هو العرق. ولكن مرضى المصابين بفرط التعرق بتلاقي صيفا شتاء وقت غير مناسب، دائما بتلاقي في عرق غير بشكل يعني كميات مفرطه جدا بشكل غير ملائم. كثير عندي مرضى بيجوا عندي مني يسلم على حدا بينشف ايده لحتى شو اسمه انه يسلم على العالم، او ناس تلاقيهم وشه كله مي وكذا. هلا فرط التعرق اجمالا بقسم لقسمين، فرط تعرق اساسي، فرط تعرق ثانوي. فرط تعرق ثانوي ممكن مثلا مرضى معهم داء سكري، مرضى السمنه المفرطه، مرضى فرط نشاط درق، هدول بيكون معهم فرط تعرق جاي ضمن يعني مسيره المرض اللي هن مصابين فيه بشكل اخر بشكل طبيعي. لكن فرط التعرق الاساسي هو نحن بنكون انه الجمله الوديه المسؤوله عن تنظيم الحراره بالجسم عن العرق عم تعطي اشارات للخلايا العرقيه بالجسم بانحاء الجسم شو انه تفرز بشكل غير ملائم. هلا هي السلسله الوديه هي دائما على طرف جنب العمود الفقري بشكل عام، شلون في عندك السلسله الوديه الصدريه هي مسؤوله عن تعرق الوجه، الرقبه، الباطات، الايدين. شو اسم الغدة؟ السلسلة الودية الصدرية. السلسلة الودية الودية الصدرية الصدرية، تمام اوكي. الحديث. عندك الفيلد، عندك العجوزية والقطنية مسؤولة عن إفراز العرق بالقدمين بالقسم السفلي من الجسم، تمام؟ نحن بعد ما نعمل اختبارات وكذا نتأكد إنه نحن المريض إنه ما عنده مشاكل بأن السكر أو غدة درقية أو كذا شلون، فنحن ساعتها بنقول فرط تعرق أساسي. فرط تعرق أساسي هلا نحن ممكن نحكي بالعلاجات وكذا شلون، حسب شدته، حسب الاماكن اللي عم يصاب فيها الشخص، وحسب التواتر تبعت منه، وحسب الشخص نفسه شو صاير معه شو. فنحن متى ما شخصنا طبعا في اختبارات تبع انه تعرق اثناء النوم كذا شلون، هي كانت بتتساوى ممكن، ولكن بشكل طبيعي يعني الشخص بيعرف حاله دائما عم يتعرق بشكل غير مألوف عن باقي زملائه. نعم. خلينا نسألك لكان، بما أنه عم نحكي عن أنواع التعرق مثل ما ذكرتها حضرتك دكتور، يعني كتير عم نلاقي في ناس عندهم تعرق تبعا لحالة نفسية، مثلا بيتوتروا كتير، بصيروا بيعرقوا كتير مثلا، كمان هذا يمكن حالة شائعة بالمجتمع. يمكن مثل ما قلت لازم الواحد يفحص الشيء العضوي قبل ما يقدر يعالج السبب. خلينا نحكي عن كمان الحالة النفسية، هل بتلعب دور بالتعرق؟ وأيضا شو هي العلاجات المتاحة؟ طبعا هلا الحالة النفسية كثير بتلعب دور، مثل ما حكينا احنا كلمة ودية، يعني احنا البني آدم الشخص الطبيعي في عنده دائما بتحكم فيه هدول السلسلات، يعني التعصيب اللا إرادي، جملتين عكس بعض، الوديه ونظريه الوديه. واحده هي الدفاع، الوديه الدفاع انه واحد اذا بده حاس حاله مثلا بتوتر مثلا بيقاتل حدا كذا، تمام. هي واحده بتكون هجوميه شلون، فوديه نظريه وديه بيشتغلوا عكس بعض. نعم. واحده بتعمل افراز واحده بتثبت الافراز. نحن كعلاجات مثل ما قلت لك حسب المكان، حسب التواتر قد ايه عم بيكون هالمشكله، قديش يعني التواتر تبعت منها، وبنفس الوقت الشخص شو عم يشتغل. يعني مثلا مو معقول طالب جامعه مثلا هندسه او كذا كل ما بده يفصل عن فشي مثلا العرق تبعيته من ايده، او مثلا الشخص من فتره اشتغلنا طفله صغيره شو اما تقول لك يا دكتور بالمدرسه مستحيل تمسك قلم دائما مي 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 كذا شو. فيعني بطلت تروح على المدرسه، سوينا عمليه كانت احد اصغر اصدقائي يعني 11 سنه انه صار هيك. في جراحه بالموضوع؟ ممكن جراحه. هلا نحن العلاج بتختلف، اذا نحن عندنا مشكله انه شائعه بكل الجسم ولكن ما في انه هالكميه الكبيره كذا شلون، ممكن نحن مضادات الودي الانديرال او كذا شلون
في عم بالغرض. يعملوا بوتوكس للتعرق. هحكي 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 تمام. فممكن عندي دواء مضاد ودي شلون انه يفي كثير بالغرض، هي احد الشغلات. اذا عندنا مكان معين واحد كذا شلون البوتوكس كثير حل فعال وجيد، لكن احد السيئات تبعته انه هو بده اعاده تكرار كل 6 شهور، كل ست تمام شهور تمام الحديث. وبنفس الوقت ما بيتطبق مثلا على الوجه او على الايدين، لانه مثل الايد مثلا بوتوكس عم يشل الاعصاب بشكل كامل، مو بس الخلايا الوديه، صحيح. فانت بصير في صعوبه بحركه الايدين مثلا او بتعبير الوجه، صار عندك تعبير واحد يعرف كيف. صحيح. فالبوتوكس يعني ممكن بالباط، ممكن يعني له فعاليه بمكان معين وممكن تكون بده تكرار مره ثانيه. في عندك المراهم الموضعيه شلون كلياتها فيها تركيب اكسيد الالمنيوم شلون، هي كمان كثير فعاله شلون ممكن باماكن معينه شلون طبعا ما بنعطي دعايات لحدا، بس يعني اكسيد الالمنيوم هو تمام. هلا نحن حالات لا، لانه متواتر اكثر بالوجه مثلا، اكثر من مكان كذا، خجل الودي يعني عم يكون احد الحلول الفعاله ويعني دائم ان شاء الله تعالى شلون تحل المشكله بشكل دائم. خجل الودي يعني ما للاسف ما كان اخذ اهميته كثير بهالمعالجات قبل ما تصير جراحه تنظيريه فعاله وادوات فعاله شلون، مو معقول مثلا مريض ينشق له صدره مثلا كله لحتى والله انه هالكم يعني كم خليه بدنا نروحهم، لكن تطور جراحه تنظيريه صارت انه نحن لا فينا عم نفوت على المكان اللي بدنا اياه شلون، عم نعمل خزله بدنا اياه بطريقه كثير سليمه وسلسه، ومعظمها صارت وان داي كيس سيرجري يعني جراحه يوم واحد، يعني يفوت مريض الصبح يطلع المسويات وحال مشكلته كلها. نعم نعم. يعني دكتور ايضا يمكن حكيت زينب عن البوتوكس وحضرتك جاوبتها انه هو كل 6 شهور بده. البودره اللي هلا منتشره ايضا بالاسواق انه هي بتخفف من هذا الموضوع، تمام. هلا هي هلا هدول فعالين مؤقته ولا ما، ولا ممكن تكون مع الفتره بتخفف؟ وشو هو العلاج خلص نحن مثل ما بيقولوا علاج كامل؟ هلا بقول لك، هلا نحن الفكره الاساسيه مثل لك انه نحن هو عندنا شغله انه هي عضويه، انه مثلا في مرض ثاني مثلا دواء قلب بتعالج السبب الاساسي ولا لا؟ هذا اساسي الفرق الطبقه الاساسيه، لان نحن كفكره بدك في اكثر من شغله تشوف المريض وضعيته الوضع النفسي شو عم يشتغل كذا كيف، فانت يعني بتتشاور معه بطريقه توصل معه لحل مناسب. مثل ما حكيت لك يعني نحن كفكره عم عيدا اكثر من مره شلون صارت جراحة فرط التعرق ما أخذ الدواء، في ناس عم تعاني طول الوقت بس ما عارفة إنه أخي المشكلة إلها حل، ممكن بنص ساعة عمل جراحة أكيد من خلال حضرتك لازم يعرف تمام الحديث. فهي القصة كده، نحن اشتغلنا كثير حالات، وب 2019 كان عندنا مؤتمر بالأردن شلون، فقدمنا الحالات تبعيتها منها شلون الحمد لله يعني شلون أكبر سلسلة بالشرق الأوسط، نشرت 560 حالة تمام الحديث، نسبة نجاح فوق 99%، النكس كثير قليلة شلون. هلا نحن كجراحة فرط الطبق نفهم الناس شو هي شلون، نحن يعني خلصنا من الجولات ما استفدنا منها، نعم. دواء الاندرال ما استفدنا منه، بوتوكس لا انا خلينا كل ما بنحكم بوتوكس او مكان غير ملائم مثلا الوجه، مو معقول حط بوتوكس تعبير الوجه كله تضل جامد طول الفتره عارف كيف. فجراحة فرط الطبق بخجل الودي الصدري هي كثير فعاله. خجل الودي الصدري حاليا عم يصير عمليه ما تكون جراحه يوم واحد، مريض عمليه زمان العمليه كلها لا يتجاوز نص ساعه لثلاث اربع ساعه بالطرفين، ثقبين صغار بكل قبط، كان نشتغل 3 صرنا نشتغل ثقبين، ما حينا بالمشفى ومباشرة الحل مباشرة. السيئة الوحيدة لهذه العملية مو سيئة يعني، هي أحد الانتقادات الجانبية شوي إنه حب يصير فرط تعرق أحيانا معاود بالنصف السفلي شلون، هذا خلال شهر شهر ونص بيروح، ولكن كانت إيدين وباط ووش كذا شلون حل نهائي والسحر شلون ما في داعي للعاد. نعم. وخلصنا القصة إن شاء الله تعالى. حلو كتير. نعم يعني كثير من المعلومات الهامة قدمت لنا إياها اليوم، ودائما بنقول دائما في حلول طبية دائما عند الطبيب المختص، فنطلب من الكل اللي عنده مشكلة التعرق يراجع طبيبه المختص ويختار العلاج الأمثل لحالته. هلا انا بس بدي اعقب شغله، حكيناها اكثر من لقاء، تفضل. هي شغله مشتركه بين اطباء الجلديه اطباء جراحه الصدر بس، تمام. يعني طبيب جراحه صدريه الحاله انه لا بس موضع بمكان واحد يجرب بوتوكس ويشتغل غالبا ممكن ما يستفيد، والعلاجات الموضوعيه بيعرفوها هن اكثر نحن بنعرف شلون. لا حاله معممه عرفت شلون، او حاله نفسيا مريض يعني متضايق كثير شلون بده يخلص من المشكله كذا شلون، فيحول لطبيب جراحه صدريه صار في مجال توازن اكثر شلون. هي حل مو الحل الوحيد عندنا ولا الحل الوحيد عندهم، هو تعاون بيننا وبينهم ان شاء الله تعالى. نعم نتشكرك كثير دكتور، شكرا لك. على راسي، شكرا. نتشكر وجودك معنا دكتور، شكرا للمعلومات اللي قدمت لنا.